متابعي قناتنا الأفاضل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي أسعد بتقديمها إليكم. نعم، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال، حيث سوف أتطرق وإياكم في هذه الحلقة لأنواع التيار الكهربائي والفرق بين كل نوع بشكل واضح ومبسط بالنسبة للجميع. والغرض من هذه الحلقة هو حلقة تكميلية لبعض الحلقات المقبلة، وكذلك كالعادة لإيصالكم إلى درجة عالية من الاحتراف في مجال الإلكترونيات. نعم، إذن عندما نتحدث عن التيار الكهربائي فإن هناك نوعان من التيار الكهربائي، هناك تيار كهربائي مستمر وهناك تيار كهربائي متناوب. التيار الكهربائي المستمر يرمز له بالDC، أما التيار الكهربائي المتناوب فيرمز له بالAC. والسؤال الآن هو لماذا هذه الفروقات في التيار الكهربائي؟ وما هي الأجهزة التي تعمل بالتيار المتناوب والأجهزة التي تعمل بالتيار المستمر؟ إلى غيرها من الأسئلة التي سوف نجيب عليها في هذه الحلقة إن شاء الله، فابقوا معنا. إذن وكما أخبرتكم في بداية الحلقة فإن التيار الكهربائي هو نوعان، هناك تيار كهربائي مستمر وهناك تيار كهربائي متناوب. التيار الكهربائي المستمر يرمز له DC، والDC تعني Direct Current، أما التيار الكهربائي المتناوب فيرمز له بالAC والتي تعني Alternating Current. نعم، إذن وبصفة عامة فإننا عندما نتحدث عن التيار الكهربائي المستمر ألا وهو DC، فإن جميع أشكال البطاريات سواء البطاريات الجافة الغير قابلة للشحن أو البطاريات الأخرى القابلة للشحن بجميع أشكالها، كذلك البطاريات الضخمة، فكل هذه الأشياء فهي تحتوي على تيار مستمر DC، كذلك بطاريات الهواتف فهي نفس الشيء. كذلك من الأشياء الأخرى التي تحتوي على تيار كهربائي مستمر ألا وهي الطاقة الشمسية أو ألواح الطاقة الشمسية سواء الصغيرة أو الكبيرة. أما عندما نتحدث عن التيار الكهربائي المتناوب فإننا نعني بذلك التيار المتواجد في مقبس التيار في المنزل. نعم، وكذلك هناك بعض المحولات مثل هذه المحولات التي تحول التيار من 220 فولت إلى 12 فولت، لكن تبقى متناوبة وليست مستمرة على مثل هذه البطاريات. إذن ما يجب معرفته أن التيار المستمر أو جميع الأشياء التي بها تيار مستمر فهي تحتوي على قطب موجب وقطب سالب. لاحظوا معي، نفس الشيء بالنسبة لجميع البطاريات بدون استثناء، فهي تحتوي على قطب موجب وقطب سالب. كذلك نفس الشيء بالنسبة للبطاريات الكبيرة الحجم جدا، فهي تحتوي على قطب موجب وقطب سالب. إذن كل شيء به قطب موجب وقطب سالب فهو تيار كهربائي مستمر يرمز له بالDC. أما بالنسبة للأشياء التي ليس لها أقطاب لا موجب ولا سالب فهي بها تيار كهربائي متناوب. كذلك بالنسبة للطاقة الشمسية فهي تحتوي على تيار كهربائي مستمر. لاحظوا معي، هناك سلك موجب وهناك سلك سالب هنا. لاحظوا معي، إذن دعونا نقوم بتجربة بسيطة لتوضيح بعض الأمور. لدينا هنا مصباح سيارة يشتغل ب 12 فولت، ولدي بطارية 12 فولت ذات تيار مستمر أي DC. سوف أقوم بربطها بالمصباح ثم شاهدوا معي النتيجة. النتيجة هي اشتغال المصباح. شاهدوا معي، المصباح يشتغل جيدا. الآن بعد ذلك لدي محول تيار كهربائي يحول التيار من 220 فولت إلى 12 فولت ولكن تبقى متناوبة على عكس البطارية المستمرة. الآن سوف أقوم بربطها بهذا المصباح ثم نشاهد النتيجة. لاحظوا معي، فمرة أخرى فالمصباح يشتغل تماما مثل البطارية ذات التيار المستمر. الآن بدل المصباح سوف أستعمل محرك صغير. لاحظوا معي، محرك 12 فولت سوف أقوم بربطه مع هذه البطارية ذات التيار المستمر. لاحظوا معي النتيجة، والنتيجة هي اشتغال المحرك جيدا، فالمحرك يشتغل بدون مشاكل. أما الآن فقد قمت بتركيبه مع محول 12 فولت لكن متناوب ليس مستمر. الآن سوف أقوم بربط الأسلاك ثم نشاهد النتيجة. فلاحظوا معي، فعند تركيبه فإن ما يحدث هو فقط اهتزاز والمحرك لا يدور أبدا.
فالمحرك يهتز في مكانه عوض الدوران على عكس التيار المستمر. إذن لماذا اشتغل المصباح مع التيار المستمر وكذلك مع التيار المتناوب، أما المحرك فهو اشتغل فقط مع التيار المستمر؟ فالجواب بسيط، فهذا المصباح ليس مستقطب، ليس به قطب موجب وقطب سالب على عكس المحرك. فالتيار المستمر كما أخبرتكم سابقا بأن به قطب موجب وقطب سالب، وهذا المحرك يحتاج إلى هذا الاستقطاب، وهذا ما يسمى بالتيار المستمر، على عكس المصباح الذي لا يهمه إن كان التيار مستمر أو متناوب. والسؤال هو، هل فعلا التيار المتناوب الذي يرمز له بالأسي أي تيار المنزل ليس مستقطب، أي ليس له قطب موجب وقطب سالب؟ في الحقيقة فإن ما يحدث هو أن هذا القطب تارة يكون موجب تارة يكون سالب، وهذا القطب كذلك، أي أن هذه الأقطاب تتبادل تارة موجبة تارة سالبة، ولكن ذلك يحدث بسرعة عالية، فبعض الأحيان يتم التبادل 50 مرة في الثانية وفي بعض الأحيان 60 مرة في الثانية، وهذا التبادل أي 50 و60 يتم قياسه بالهيرتز. فالتيار الكهربائي في المنزل فهناك تيار ذو 60 هرتز وتيار ذو 50 هرتز. فإذا أخذنا مثلا هذا الجهاز المنزلي الكهربائي على سبيل المثال، فلاحظوا معي هنا مكتوبة 220 فولت أو 230 فولت AC أي متناوب، وهنا 50 هرتز أي إن سرعة تبادل الأقطاب هي 50 مرة في الثانية، فالقطب الموجب والسالب يتبادلان بسرعة 50 مرة في الثانية. وهناك كذلك بعض الأجهزة التي تعمل بخمسين وستين هرتز مع نعم، مثلا مثل هذا الشاحن. فإذا أخذنا الشواحن على سبيل المثال، فإن التيار الذي يدخل منها هو تيار متناوب، ثم يدخل هنا وتتم معالجته ليتم تخفيضه من 220 فولت إلى 3 أو 5 فولت، وكذلك يتم تحويله من تيار متناوب إلى تيار مستمر، وذلك لشحن هاتفك أو تشغيل حاسوبك الذي يشتغل بالتيار المستمر أي DC. وهناك العديد من الأجهزة المنزلية سواء التلفاز أو الحاسوب المنزلي، فرغم أنه يمد التيار من القابس الذي به تيار متناوب، إلا أن هذا التيار عندما يدخل إلى التلفاز أو الحاسوب إلى غير ذلك من الأجهزة الأخرى فإنه يتم معالجته بالداخل في البوردة الخاصة بالتغذية، ثم يتم تحويله إلى التيار المستمر، فهذا التلفاز يشتغل بالتيار المستمر رغم أن المنفذ الخاص به يتم تسويده بالتيار المتناوب. إذن يا إخواني، التيار الكهربائي فهو نوعان، هناك تيار كهربائي متناوب وتيار كهربائي مستمر. التيار الكهربائي المستمر يرمز له بالDC، أما التيار الكهربائي المتناوب فيرمز له بالAC. وحرف AC فهي اختصار لكلمة Alternating Current، أما حرف DC فهي اختصار لكلمة Direct Current. وDirect Current أو التيار المستمر فهو غالبا يتواجد في البطاريات بشتى أنواعها أو في الأشياء التي بها أقطاب، نعم أي شيء به قطب سالب وموجب فهو تيار مستمر. أما التيار المتناوب فهو غالبا ما يتواجد في البيت في مقبس التيار وكذلك في مولدات الطاقة الكهربائية، فغالبية البيوت حول العالم أو لنقول جميعها فهي تحتوي على تيار كهربائي متناوب أي AC. ولكن رغم ذلك فإن أغلبية الأجهزة اليومية التي نستعملها من حواسيب وتلفاز إلى غير ذلك فهي تحتاج لتيار كهربائي مستمر. والسؤال هو، لماذا يوجد تيار كهربائي متناوب في البيوت رغم أننا نحتاج تيار كهربائي مستمر أكثر؟ ويرجع سبب استعمال التيار الكهربائي المتناوب في البيوت على عكس التيار الكهربائي المستمر الذي نحتاجه أكثر إلى أن التيار الكهربائي المتناوب فهو رخيص جدا من حيث التكلفة، كما أنه يمكن نقله لمسافات طويلة جدا دون حدوث مخاطر أو أضرار، على عكس التيار الكهربائي المستمر الذي يولد حرارة عالية في الأسلاك أي حرارة خطيرة جدا. كما أن هذا التيار الكهربائي المتناوب فهو سهل من حيث التوليد كما أنه غير مكلف. فرغم أن غالبية الأجهزة التي نستعملها في البيوت مثل التلفاز وكذلك الحاسوب إلى غير ذلك من الأجهزة فهي تحتاج تيار كهربائي مستمر، رغم أن التيار القادم في المقبس في البيت فهو تيار متناوب. فالأمر بسيط جدا، فإن كل جهاز يحتوي بداخله على محول أو بوردة
أو مركبات كهربائية تقوم بتحويل هذا التيار الكهربائي من متناوب إلى مستمر، وذلك لكي يشتغل الجهاز بشكل طبيعي جدا. وكالعادة أتمنى أن ينال الشرح استحسانكم، وللتذكير فقط فإن موضوع هذه الحلقة هو موضوع تكميلي لبعض الحلقات المقبلة إن شاء الله. إذا أعجبتك الحلقة لا تبخل علينا بلايك، وإذا كنت من الزوار الجدد فلا تنسى الاشتراك في قناتنا للتوصل بكل جديد. إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.